اتفاق جديد سيخفض أسعار البنزين والديزل في السويد قريبا. معدلة البطالة لدى المهاجرين ترتفع ووزير العمل يقدم الحل. استطلاع جديد يكشف الأشياء الأكثر تأثيرا على الأوضاع المعيشية في السويد. موقع فريندز للأطفال والشباب في السويد يوقف إحدى أدواته بعد مراجعة كشفت تسريبه للمعلومات. هذا الفيديو برعاية ليبا برود، أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال. مرحبا بكم. يريد حزب ديمقراطي وسويد SD خفض نسبة خلط الوقود الحيوي في الوقود إلى الصفر، بحيث تصبح أسعار البنزين والديزل أرخص، بينما تريد الحكومة السويدية خفضه إلى 6%. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السويدية TT، فإن الأحزاب الحاكمة والاشتراكيين الديمقراطيين أعلنوا الالتزام بالخفض في شهر أيار مايو، وفقا لرئيس التنسيق في المكتب الحكومي التابع لحزب SD جوستاف جلبراند، حيث قال للوكالة: أعتقد أننا سنكون قادرين على الاتفاق، مشيرا إلى أن المناخ التفاوضي بين الأطراف جيد. صرح وزير العمل والاندماج يوهان بيرشون أن السويد تعاني من مشكلة نفور كبيرة نتيجة التغييرات في سياسة الاندماج، وأن علاج ذلك يتطلب بذل جهود حقيقية لمواجهة المعاناة الاجتماعية والبطالة والنزعة الانفصالية وجعل المهاجرين جزءا من السويد. وأشار الوزير في حديثه إلى أنه يوجد فرق كبير في البطالة بين بعض المناطق، وعليه يجب على الأشخاص أن يكونوا مساعدين للانتقال إلى حيث توجد الوظائف. وتسعى الحكومة السويدية الحالية لتغيير سياسة الاندماج من خلال تشديد المتطلبات بالنسبة للعاطلين عن العمل والذين هم من أصول أجنبية. ووفقا للإحصاءات الأخيرة، فقد بلغ معدل البطالة بين المولودين في الخارج 16% في مارس أذار من هذا العام، في حين بلغ المعدل بالنسبة للمولودين محليا 4.6%. كشف استطلاع جديد قام به مركز كانتار أن الغلاء في أسعار الأغذية هو أكثر ما يؤثر على الناس في السويد فيما يخص الأوضاع المعيشية، ويليها في المرتبة الثانية أسعار الكهرباء والوقود. وحسب الاستطلاع، فإن 75% من المستطلعة آراؤهم قالوا أن أسعار المواد الغذائية هي أكثر ما يؤثر عليهم. هذا وتأثر 48% من المشاركين بالاستطلاع بأسعار الكهرباء، في حين تأثر 39% بأسعار الوقود و36% بفوائد القروض العقارية و14% بارتفاع أسعار الإيجارات. وشارك في الاستطلاع المشار إليه حوالي 1000 شخص، وكان من اللافت أن 82% من المشاركين فيه كانوا غير قلقين حيال مواردهم المالية، وفق ما ذكر التلفزيون السويدي. أكثر منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد. أظهر تحقيق أجراه راديو السويد أن الأطفال الذين طلبوا المشورة بشأن التنمر على موقع فريندز التابع لمنظمة مكافحة التنمر قد تسربت عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم إلى تطبيق تيك توك، وتم ذلك من خلال أداة التتبع المسمى بيكسل، والتي يستخدمها تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير تيك توك. وبعد المراجعة التي أجراها راديو سويد، أوقف موقع فريندز تشغيل أداة التتبع هذه وأبلغ عن نفسه لهيئة حماية الخصوصية السويدية. وحول ذلك قالت مديرة الاتصالات في الموقع: ما حدث هو ببساطة أننا ارتكبنا خطأ وعلينا أن نتحمل المسؤولية عن ذلك ونعتذر عنه، مضيفة: سنتأكد من أن لدينا إجراءات روتينية لعدم حدوث هذا في المستقبل.